كنت أقرأ حول إمامنا الجواد سلام الله عليه، فاستوقفتني إحدى الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام حينما جيء له بأبي جعفر الجواد وهو صغير، فقال: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه، فما معنى هذه الرواية وما هي هذه البركة؟ ما شاء الله، ما أعظمها من الرواية. لقد سمعت عن أحد العلماء الأجلاء أن البركة هي الخير الكثير والرزق الواسع، ولعل منشأ تميز الإمام الجواد بهذه الصفة صفة أعظم بركة على شيعة أهل البيت عليهم السلام هو أن الله تعالى جعلهم وسائل لاستدرار الرزق وقضاء الحوائج، فأهل البيت عليهم السلام وإن كانوا جميعاً وسائل لاستدرار الرزق وقضاء الحوائج، إلا أن الله تعالى خص كل إمام بما يتميز به، فمن أراد العافية توسل بالإمام موسى بن جعفر، ومن أراد الأمن بالأسفار توسل بالإمام الرضا، ومن أراد الانتقام من الظالمين توسل بأمير المؤمنين. وعليه فإن الإمام الجواد أعظم بركة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن الله تعالى جعل التوسل به سبباً لاستدرار الرزق وتحصيل الموفور من الخير. أحسنت، وأزيدكم شيئاً آخر كذلك سمعته من أحد العلماء يقول أن الإمام الجواد عليه السلام ثبت بإمامته ولادته بولادته إمامة والده الرضا عليهما السلام. ثبت إمامة والده الرضا، لكن ما أعرفه بأن الإمام هو من يثبت إمامة ابنه من بعده، وليس العكس. بلى، ولكن تعلمون أن بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام ظهرت جماعة وقفت على إمامته ولم تؤمن بإمامة الرضا من بعده، وكان من حججهم على ذلك أنه كان متأخراً في الإنجاب، وحينما كانوا يسألوا عن ذلك أي الرضا عليه السلام كان يتمثل بالأبيات: لعلك يوماً أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميماً قبل أن يلد الحصى أقام زماناً وهو في الناس واحد. وكلما مر الوقت كانت هذه الشبهة تستشري بين هؤلاء الواقفة وبعض من يؤثرون عليهم، لأن الإمام يجب أن يكون كاملاً، والعقم وعدم الإنجاب كما يرونه هم نقص، ولهذا فهو ليس بإمام. وعندما ولد الإمام الجواد عليه السلام نسفت هذه النظرية بالكامل، لذلك كانت ولادته عليه السلام أعظم بركة على الإسلام، وبقي الإسلام مصاناً عن الشبهة، وبقي التشيع فوق شبهات المضللين من الواقفة وغيرهم. أحسنت، وأزيدكم أمراً آخر. تعلمون بأن الإمام الجواد قد استلم الإمامة بعد استشهاد والده الإمام الرضا وهو بعمر صغير، فواجه تحدياً كبيراً في قبول الناس بإمامته وهو بهذا السن، فكيف يكون طفل مأموناً على الوحي والعلم والأحكام الشرعية؟ فواجه الإمام الجواد هذا التحدي بإبراز ما منحه الله تعالى من العلم في شتى المجالات، مثبتاً أن علمه لا يخضع للتدريس ولا للاكتساب، وإنما علمه من عند الله سبحانه وتعالى. والإمام الجواد لم يثبت إمامة والده الإمام الرضا فقط، وإنما أثبت إمامة من بعده من الأئمة عليهم السلام وقد استلموا الإمامة وهم صغار السن، فلم يحصل عند الناس شبهة لذلك. إذن كانت بركة هذا المولود العظيم إثباتاً لإمامة أبيه الرضا من جهة، وإثباتاً لإمامة أبنائه الهادي والعسكري عليهم السلام والمنتظر عليهم السلام من جهة أخرى. أذكر لكم رواية صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا: قد كنا نسألك قبل أن يهبك الله أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك وأقر عيوننا به، فلا أرنا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه، فقلت له: جعلت فداك، هذا ابن 3 سنين. قال: وما يضره في ذلك، فقد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين. أحسنت، نعم، فقد أسس الإمام الرضا عليه السلام لتقبل الناس فكرة أن الإمامة لا دخل لها بالعمر الصغير. وعندما جاء أحد الخرسانيين يسأله: يا سيدي، إن كان كون فإلى من؟ فقال: إلى أبي جعفر ابني. وكأن القائل قد استصغر سن أبو جعفر، فقال أبو الحسن عليه السلام: إن الله تعالى بعث عيسى ابن مريم رسولاً نبياً صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر. أحسن، أتعلمون إذا كان الإمام الرضا قد أسس لذلك نظرياً، فإن الإمام الجواد جاء ليجسد ذلك عملياً حينما مارس دوره وقام بمهام الإمامة بكل جدارة، خصوصاً في أيام المأمون العباسي الذي قربه منه وقدمه بين العلماء وأراد تزويجه ابنته أم الفضل، فاستاء العباسيون من مكانته عند المأمون حتى أن كبار العلماء والقضاة المعاصرين له حسدوه لما بلغهم من علمه وهو لم يزل في العقد الأول من عمره، فاجتمعوا على مناظرته في الفقه والحديث وغير ذلك آملين أن يعجز عن إجابتهم ويتضعضع مركزه عند المأمون والسلطة وجماهير المسلمين الذين انشغلوا بعلمه، ولكن خابت آمال هؤلاء حينما خرج الإمام الجواد من اختباراتهم مرفوع الرأس وبقيت مناظراته حديث الأجيال لقرون طويلة. أحسنت، لذلك قال المأمون فيه: لقد اخترته لتبريزه على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه، والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فيعلمون أن الرأي ما رأيته فيه، سلام الله عليه. أنقل لكم قول الشيخ المفيد عليه الرحمة: كان المأمون قد شغف بأبي جعفر الجواد لما رأى من فضله مع صغر سنه وبلوغه العلم والحكمة وكمال العقل من لم يساويه فيه أحد من مشايخ أهل الزمان. أحسن إخوتي، ما أكثر أحاديثنا عن أئمتنا عليهم السلام وذكر أفضالهم، فنحن دائبون على إحياء ذكراهم وإقامة مآتمهم والتطواف حول أضريحتهم الطاهرة، ولكننا بعيدون عنهم في حقل العمل والتطبيق، فكم من عمل يرضي أئمتنا عليهم السلام تركناه، وكم من عمل قبيح يغضب سادتنا وشفعاءنا ارتكبناه، وقد عهدوا إلينا شيعتنا من شايعنا بأعماله وأفعاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوا على محمد وآل محمد.